بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي في قناتكم متعة التعليم دي زاد. اليوم فيديو راح يكون سريع، راح نشارك معكم تصحيحي لأحد أوراق تلاميذي، تصحيح اختبار الفصل الثالث. هكا باش يكون عندكم فكرة كيف تكون الإجابة حقيقة على الورق من طرف التلميذ. إذا الموضوع راه هنا كما كم تشوفوا، كومبوزيسيون تريمستريال نيميرو 3 فرونسي، يعني اختبار الفصل الثالث، هذا هو النص. نشوفوا مع بعض الأسئلة والأجوبة. دونك كومبريونسيون دو ليكري، نو زيتيليزون لو ا تو لي جور تو لي ماتان تو لي سوار. كي نقراو النص راح نعرفوا بلي اون يوتيليز لو تو لي جور، يعني استعمالنا للماء يكون يومي. اذا هنا الإجابة التلميذة صحيحة. دون سو تيكست لوتور دون دي جيست بور غاسبيلو، يعني لتبذير الماء، ايكونوميزيلو اقتصاد الماء، ايتوليزيلو كيفية استعمال الماء. دونك بعد ما نقراو النص نعرفوا بلي النص راح يتكلم كومو ايكونوميزيلو، يعني يورينا الطرق المعتمدة لكي نقتصد الماء. اذا هنا ايضا اجابة التلميذة صحيحة. هذا النوع من الأجوبة، يعني هذه الخرابيش على الورقة، التلميذ ماذا بنا يتجنبها. يعني هذه المحاولة، لو بدل ما أنك تكتب جملة وتمحيها بهذه الطريقة، حاول أنك تستعمل الورقة المسودة. يعني أستاذ ماذا به كي صحح ما يشوفش هذا الأمر، يعني حتى هي يعني هنا راه داير لي بين قوسين وسطر عليها، يعني ما خربش بزاف، دير سهم على انه الاجابه تاع السؤال الثالث راح نلقى خلف الورقه. لكن انا نفضل في هذه الحاله انه التلميذ يكون استعمل المسوده وقراها، وكي تاكد من الاجابه تاعو مش راح تتغير، يكتب مباشره الاجابه الصحيحه. دونك هنا راح نخليها في ما صححهاش، نستنى حتى نلحق ليها من بعد. ريبون بار فري او فو، نو زيتيليزون لو ان جور بار سيمين، مره واحده في الاسبوع، سي فو. اجابه صحيحه. Il faut laisser l'eau couler en se lavant les mains. نترك الماء يسيل أثناء غسل اليدين، أيضا سي فو. En vous douchant, vous économisez l'eau et l'énergie. يعني باستعمال الاستحمام السريع نقوم باقتصاد الماء والطاقة، سي فغي. Il faut surveiller les fuites d'eau، يعني لازم علينا نصلحوا تسربات المياه من الحنفية، سي فغي. دونك هنا كل الاجابات صحيحه، التلميذ عنده نقطه كامله، دو بوين على هذا السؤال. غولف دو تيكست، استخرج من النص. ان فيرب على الانفينيتيف ادوبتي او ار، سي ان فيرب على الانفينيتيف، يعني كي نشوفوا في النص راح نلقاوه موجود هذا الفعل. دونك سي اون بون ريبونس. اون فراز امبيراتيف، جمله امريه. بريفيري la douche au bain préférée, oui, très bien, c'est une bonne réponse. Une tournure impersonnelle, فيها il faut adopter. Voilà, c'est bien. Donc l'ajouba sahiha, عنده هنا العلامه الكامله 3. Relis chaque phrase de la colonne A à ce qui lui convient dans la colonne B. Donc A, ne laissez pas couler l'eau en vous lavant les mains. C'est une interdiction. Surveiller les fuites, c'est une consigne. Donc, l'ijaba sahiha. Mets le verbe entre parenthèses au présent, pardon, à l'impératif présent, à la première personne du pluriel. La première personne du pluriel, yani dhamir awwal fil jam', c'est bien nous. Très bien, nous. Le verbe adopter, adoptant en NS. Donc, la réponse, elle est juste. L'ijaba sahiha. Tilmid andou l'alama l'kamila hna. Ce texte est de type explicatif, prescriptif, narratif. Taban, hna rana ndossou fi le texte prescriptif. Alama l'kamila. Nchoufou la situation d'intégration. Qabel ma nchoufou la situation d'intégration, nchoufou tilmid hna hadek l... Voilà. سؤال ثالث اللي كان دار فيه خربشه. ان فو دوشون فو ايكونوميزي لو مي اوسي دو لينيرجي، تري بيان، هذه هي لا ريبونس. دونك العلامه الكامله، هذا السؤال عليه نقطه. نشوفوا لا سيتوياسيون دانتيغاسيون، وضعيه ادماجيه. بوندون لا رياكسيون tu as remarqué que l'un de tes camarades cueille les fleurs
يعني أثناء الاستراحة في المدرسة لاحظت أنه أحد أصدقائك يقوم بقطف الزهور، غاسبيلو، يبذر الماء، جات لي بوبيل بارتو، يرمي النفايات في كل مكان. غيديج ان كور تيكست بريسكريبتيف، اكتب نص قصير امري دون لوكيل تي دون ا تي كاماراد كلكو جيست، تعطي فيه لاصدقائك بعض التصرفات بور بروتيجي لونفيرونمون اي اتر ان ايكو سيتويان، تشرح لهم كيفاه يقوموا بحمايه البيئه ويكونوا مواطنين صالحين لحمايه البيئه. دونك لي كريتير دو ريوسيت، دون ان تيتر او تيكست، اعطي عنوان للنص. Rédige 3 à 4 consignes interdiction, يعني الأوامر تاعك يكونوا بين 3 إلى 4. Utilise la tournure impersonnelle في أحد الأوامر، استعمل la tournure impersonnelle il faut. Donc هنا pour protéger l'environnement. ديجا هنا التلميذ بدا النص مباشرة، نسى ما دارش لو تيتر، لو تيتر عليه نقطة، يعني ديجا راهي راحت له نقطة. الوضعية الإدماجية عليها 8، ديجا نقصت له علامه. شوفوا كيفاه نصحح هذه الوضعيه، شوفوا الاستاذ كيفاه يمثلك العلامه. دونك الشكل النص امري عليه نقطه، صحيح يعني مد مقدمه ومد اوامر في دي تيغي كوم سا، هذا شكل لو تيكست بريسكريبتيف. دونك سي بيان بور بروتيجي لونفيرونمون، هنايا لونفيرونمون ا مع الاو نورمالمون كاين فوالا فيرغول، هذه نحيوها. دونك سي اون فوت. Il faut fermer les lumières. On ne dit pas fermer les lumières. Éteindre les lumières. يجب إطفاء الأضواء. Voilà. Dans les chambres. في الغرف. C'est bien. Mais il a mal choisi le verbe. اختار توظيف الفعل غير صحيح. Il ne faut pas jeter. Voilà. Les déchets dans la terre. Il ne faut pas gaspiller. الكتابة خاطئة. L'eau. Voilà, il faut préférer normalement on a avec E, la douche au bain. Ok, très bien, il a respecté quelques consignes. Donc, بعتي نحو بعض العلامات، نقطة على لو تيتر، نقطة على الأخطاء الإملائية، نقطة على التوظيف السيء للكلمة، نص نقطة، نقطة تنين، دونك العلامة على الوضعية على 8. هنا هذا التلميذ راح يتحصل على العلامة بالتقريب 6. فوالا نشوفوا مع بعض شحال تحصل على العلامة اللي تحصل عليها هذا التلميذ. دونك عندنا 6 7 8 9 9 10 11 14 14 16 17 18. très bien، يعني هذا التلميذ راني غطيت له اسمه، تحصل على العلامه 18. هي لا نوت 18 اكسيلنت نوت، نتمنها ان شاء الله للجميع. انا تلاميذي اللي تحصلوا على علامات جيده دائما ندير لهم ليموجي تاع الابتسامه. بالتوفيق للجميع.